الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فيقول الله عز وجل في التنزيل الحكيم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم اجعلنا من أهل التقوى والمغفرة وأهل التوبة يا رب، تب علينا وأنت الرحمن الرحيم، وارحمنا وكرمنا وأنت الكريم. يقول الله عز وجل في التنزيل الحكيم في سورة التوبة ونحن في شهر معظم، يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ومنها يقول: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا الشهر المحرم، ونحن نعلم أنه فيه أربعة: ذو الحجة وذو القعدة ومحرم، ثم رجب يأتي من بعد. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على عباده، فكان أعظم في هذا الشهر إن ظلم المسلم أخاه أو ظلم أحد. فالظلم لا يرى من هذا وذاك، الظلم ظلم والظلم ظلمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا ذلك. وإذا ظلمنا أحد فنستغفر الله سبحانه وتعالى ثم نسأل الأخ أن يغفر لنا، والغفران يأتي من الله سبحانه وتعالى ومن العبد أيضا. وهكذا الإنسان، وهكذا في هذا الشهر المحرم العظيم. ثم هذه ذكرى فقط لهذا الشهر، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم شهر رمضان كله، وكان يكثر الصيام عليه الصلاة والسلام في شعبان وفي شهر محرم أيضا، ولكن لا يصومه كليا. ونذكر في التاريخ لما دخل المدينة ووجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، قال: لماذا تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل فنصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى، أنا أولى بموسى عليه السلام. فصامه وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يصوموا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وكما جاء أن نخالف اليهود لا نصومه وحده، بل نصوم 9 والـ10. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. ولكن هو ليس يوم عيد، لا يصوم المؤمن المسلم في يوم العيد. البعض اختلف وقال هذا يوم عيد، ليس بيوم عيد. فإخواني وأخواتي، ديننا دين قيم، اصطفى الله سبحانه وتعالى من خلقه. ففي الملائكة اصطفى رسل، ومن عباده رسل، وفي السنة اصطفى شهرا عظيما وهو شهر رمضان، ثم الأشهر الأربعة، واصطفى من أيامه يوم الجمعة
ومن الليالي ليلة القدر إلى آخر ذلك، وكلنا نعلم ما هو ديننا، الحمد والشكر لله. فالواحد يذكر إخوانه وأخواته بهذه الأيام، إذا صمنا ما نستطيع فيه من صيام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، ونكثر بالعمل الصالح، ونكثر بالذكر. والذكر أيضا ما اصطفى الله سبحانه وتعالى في الكلام، خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما نتذكر الهجرة إخواني وأخواتي، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية النور على هذه الأرض، نور الله سبحانه وتعالى بإتيان رسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، موضوعي من بالإضافة على الصيام في عاشورة والتاسع والشهر المحرم هذا، أرجو أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي أن ديننا هذا لا يقوم إلا بتزكية النفس، ولا يقوم إلا بتطبيق ما شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم إلا بالأخلاق النبيلة، كما جاء في الحديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا بعث، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان ممكن أن يقول بعثت لأبلغكم دينكم أو لأقرأ عليكم القرآن، فلا، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما هو من أحب الآن في هذه الأيام المحرمة sacred باللغة الإنجليزية، أن نرى في أنفسنا ما هو يقبل في ديننا وفي سنة رسولنا، وما هو يقبل أيضا في المجتمع، بغض النظر عن المجتمع كان مسلما أو غير مسلم، لأن نبولة الأخلاق، مكارم الأخلاق توجد في كل بني آدم، توجد في كل بني آدم. فالبعض من يدسها ويكون أخلاقه والعياذ بالله فاسدة، والبعض من يطهر نفسه المسلم المؤمن، وفيه أيضا من غير المسلمين نرى أخلاقهم. فالله أكبر، الله أكبر. إخواني في الله، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى الخلفية اللي عندي في التربية، دكتورة في التربية، وكنت مدير مدارس إسلامية، فالأخلاق هي التي إن شاء الله بإذنه تجعل مجتمعنا المسلم في أمريكا وغير أمريكا يتميز ويقود العالم، نعم، بالأخلاق. وجاء في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدرون عليهم، أي ما نقدر على هؤلاء غير المسلمين بأموال أو دفع شيء، إنما بالأخلاق، بالأخلاق.